طيب كيو، يعني بدي احكي لكم ان شاء الله نهاركم حلو وان شاء الله مكملين صباح مميز معنا بدنيا دنيا وغادة التل. اليوم التنين بالمطبخ تستناكم. صباح الخير غادة. صباح الفل. قديش اشتقتي لي؟ قد الدنيا والله كثير كثير. وانا كمان غادة اليوم ما اطبخ مميزة. توني. منيح الحمد لله. السلام عليكي. الله يسلمك ويسلمك. اطباق مميزه رح نعمل مكرونه قصدوف بالدجاج وصلصه الريحان. وكمان رح نعمل تارت الدراء والكاسترد. حلو. طيب خلينا اذا نشوف المقادير لنبدا مشوارنا مع غاده التلي. واول وصفه رح نبدا بمكرونه قصدوف الدجاج. رح نحتاج الى اول شيء مكرونه قصدوف وصدور دجاج نص كيلو، بصلة، وكوبين من السبانخ، وكوب من الفطر، معلقة صغيرة زبدة، ورشة جوزة الطيب، ملح وفلفل، كوب من الكريمة، جبنة موتزاريلا للوجي، نص كوب كريمة، والصلصة الحمراء. أوكي. طيب خلينا نعمل. في كمان لحظة. في 2 فص توم وكوب عصير طماطم، كوبين عصير طماطم، ومعلقة كبيرة من صلصة الطماطم، ومعلقة صغيرة من الزبدة، مكعب مرق، ونص كوب من الريحان. ماشي؟ تمام يلا. خلاص خلينا نحط الزبدة. هنحط هنا معلقة صغيرة وهنا معلقة صغيرة. معلقة يعني هلقد قطعة صغيرة. اوكي. خلاص هنعمل هنا الخلطة بتاعت الفراخ. وهنا هنعمل صوص الطماطم. طبعا المكرونة الأصداف هي كتير مناسبة للعزايم لأنها كتير بتكون كبيرة ومحشية وشكلها شكلها كتير حلو، وبعدين جديدة يعني تبقى شكلها حلو في التقديم وشكلها مش كل الناس بتعملها يعني. هي طبعا بنسلقها بس مش لازم تتهري، لأن لو اتهرت يعني هي بس 8 دقايق تقريبا على النار. علشان تفضل محتفظة بالقوام بتاع شكلها. صح. تمام. اوكي. وموجوده هاي بكل المحلات؟ موجوده في كل وقفة. موجوده في السوبر ماركتات طبعا، احنا ما بنعملش. اوكي. يعني دايما المكونات اللي بنحاول نستعملها تكون حاجات مش نادره الوجود. خلاص. طيب خلاص. هناخد دلوقتي الفراخ مقطعينها صغير، هنحطها مع الزبده. وبعدين هنستنى هنا ناخد بس تسيح الزبدة. اوكي. بنحط طبعا الفراخ الاول علشان خاطر حجمها اكبر شوية من الحاجات المفرومة، فبس تاخد تحميرتين وبنروح ضايفين البصل. اوكي. على فكرة هي طبخة مش صعبة. الطبخة مش صعبة. الطبخة رح تكون مميزة وبنفس الوقت تتقدم للعزايم، يعني مش بس عشان معكرونة انه بنعتبرها. لا وبعدين جديدة يعني. تركيبة الاطباق فيها يعني تركيبة الصوصات انه فيها صوص بيضة وفيها صوص حمراء، فكتير طعمها كتير لذيذ مش شوية. طيب احنا رح نضل معك بالخطوات غادة، بس بحب أصبح على كل اللي عم ببعتولنا على الفيسبوك صفحة دنيا دنيا. آية معايطة، ميس، إياد غندور، غادة وحنين المصري، سحر، سهى، مريم الفقير، مهند، وكمان حنين. بدي أصبح أيضا على أمال ومحمد، إمارات وعهود، ياسمين، فلسطين، مازن. صباح الخير لكم جميعا. أكيد اللي عم تتواصلوا معنا وعم تبعتولنا تعليقات كثير حلوة. طيب دلوقتي ابتدت الفراخ تتحمر. طبعا المكرونة دي بتتعمل بأكتر من طريقة وبأكتر من صوص، بس أنا الصوص يعني أنا بحب الحمرة مع البيضة. وهي تركيبة من عندي يعني، مش الحمرة مع الكريمة يعني. بحب يعني بحب الصوص البيضة مع الصوص الحمرة. مش دي اللي بيقولوا عليها الروزيه؟ لو خلطتيهم مع بعض، بس أنا حطاهم لوحدهم. مش لو مخلوطين. أوكي. خلاص هنحط دلوقتي الثوم هنا علشان نعمل الصلصة. عم بيسألوكي غادة عن معمول سميد بالزيت.
ما عملنا احنا معمول. ده عملت كل المعاميل اللي بتتعمل. اقول لي وفاء تدخل على المعاميل على رؤيه. هذا جمع غانا. على رؤيه.tv رح تلاقي طريقه. عملتي معمول بالسميد صح؟ عملنا بالسميد وعملنا بالدقيق وعملنا واحده ثانيه كده كتير لطيفه ملفوفه بالتمر زي المقروطه كتير حلوه. اوكي طيب خلينا دلوقتي عندنا المشروم الفطر قطعناه صغير وعندنا البصل وعندنا مكعب المرق وعندنا السبانخ وهنا صلصة الطماطم. طيب احنا حطينا الثوم مع حتة زبدة صغيرة. تمام خلينا دلوقتي نحط الصلصة وعصير الطماطم انا خلطهم مع بعض. تمام وبنحط عليهم مكعب مرق. خلينا في الوقت ده. الرمانية عم بيسألوكي عنها. الرمانية عملتها مدام نازي. نازي صحيح بالصيام. موجودة إذن على موقع رؤية وعلى اليوتيوب. هلا رح أذكر فيهم مرة جديدة. أوكي خلينا نقطع بس شوية ريحان. الريحان الأخضر دلوقتي كتير موجود في كل حتة وطعمه رائع رائع بيدي نكهة في الأكلات كتير لطيفة. طيب بدي أصبه. ما أحلى ريحة الريحان طلعت. شايفة؟ بس بتعطيها عن جد حلوة. هلأ بدي أسألك. نعم. أختي زرعت ريحان وحكت لي أتأكد منك إذا هو صالح للأكل أو لا. كيف نقدر نعرف؟ مزروع بيكون ريحان مزروع. أنا ما أعرفش ما مفروض يبقى صالح بس ما أعرفش إذا في حاجات تانية أنا مش طيب بدي أصبح على وردة وهبة وكمان أم ريان غادة محمد ياسر ملاك إمارات كمان نوال شكرا إليك وريناد علاء مرخي صباح الخير ولانا شاهين شكرا إليك. تمام بس هنحط شوية مية للصلصة اللي عندنا بس شوية علشان تمرق شوية. سيلفانا صبحكم بالخير جميعا. ودلوقتي هنضيف البصل. نوال عوضي شكرا لك. عملنا الكشري ريناد طبعا. شكرا يا بوتينا على الحكي الحلو. طيب الصوص عند الصلصه عندنا ابتدت تغلي فاخر حاجه هنعملها هنحط الريحان. طيب ما بيطول صح على النار احسن عشان لا بيسود اخر حاجه هو لان ابتدت تغلي خلاص الصلصه. تمام كده خلاص بنقفل عليها وبقت دي عندنا الصلصه جاهزه. معجنات عملنا ضياء بس عملنا كتير بس لسه عالم المعجنات يعني ما بيخلصش. هنحط الفطر اللي عندنا كمان. احمد بيسأل شو قصدكم بعصير الطماطم؟ عصير البندوره بندوره معصوره بس انا بشراها مش عصراها. انا بحب المبشوره اكتر بحس ان الحتت اللي فيها بتعطي حموضه يعني مش عارفه يعني بتحس بطعم طعمها اكتر من وهي عصير متصفي يعني. أوكي. طيب ضفنا الفطر هنضيف دلوقتي السبانخ. عملنا رافيولي. عم بيسالوا عن رافيولي. عملت رافيولي طبعا وهنعمل تاني كمان مره رافيولي لان في ناس طلبوه تاني. عملته قبل كده انا فاكره يوم كان يوم العيد الفالنتاين تقريبا لاني فاكره يومها بدل ما اقطع الرافيولي مربع قطعته على شكل قلوب. اوكي وكان طيب خلينا معنا ترامي نستعرض الويب سايت قناه رؤيا www.ruya.tv كثير سهل اربع احرف. طيب هنحط بس شويه ملح وفلفل
هاي الويب سايت، وكمان على اليوتيوب رح تلاقوا كمان وصفات دنيا دنيا اللي قدمناها من اول ما بدينا بيه هالبرنامج. youtube.com/dunyayadunya، هاي رؤيا دوت تي في، وكمان على اليوتيوب youtube.com/dunyayadunya. اوكي دلوقتي خلاص كله عندي اتظبط كده، بضيف الكريمه اختياريه نقدر نحكي ولا ضروريه؟ اختياريه بس بتدي طعم يعني، بس لو مش موجوده شويه هتبقى الحشوه مش متماسكه. اوكي فهي احلى، بس ممكن اللي مش عايز يحط كريمه بيحط معلقه طحين كبيره مع الخلطة اللي احنا حطينها، وبيقلب لغاية ما الطحين يغلف كل المكونات اللي عندنا، وبعدين بنحط تقريبا نص كوباية حليب، فبنبقى عملنا زي بشاميل على الخليط اللي عندنا. أوكي. ده اللي مش عايز يحط كريمة. حلو. بوعدك انه اعملها لانه اتوقع انها زاكية هلا. هنحط شوية رشة جوزة الطيب للي بيحب السبانخ، ولما بتكون بالكريمة جوزة الطيب كتير بتبقى حلوة معاها. غدا عملنا روستو؟ طبعا عملنا مرتين، مره عملنا روستو. هذا سؤال مني زي عندي اعمل روستو. عملنا بدنا طريقه مخلل باذنجان. امبارح كنت اكل مخلل باذنجان بشهي، انت عارفه مره جبته معايا هنا كنت هعمله من حماتي. بتغزل بحماتي. تعمل مخلل باذنجان زاكي وخلاص اعمليه لنا. انا انت سهل يعني؟ سهل في مخلل. ايه طبعا سهل. خدي الوصفه من حماتك واعمليها، أو أجيب حماتي. أو تجيبي حماتك خلاص. صحيح. طب يعني عملناه ولا لا؟ إيه ده؟ مخلل الباذنجان أنا ما عملتوش، ما أعرفش لو حد تاني عمله. عملنا. مش عارف. مخلل الباذنجان ما عملناه، بكي نعمله. طيب هناخد دلوقتي طبق كده عندنا كل المكونات جاهزة. هناخد طبق عندنا هنط هنط هنحط فيه تحت صلصة من الحمرة اللي عندنا. تمام. بنحطها في قاع الطبق اللي هندخله الفرن. تمام. بعدين بناخد المكرونة اللي سلقناها، وأول ما بنسلقها بننزل عليها على طول مية ساقعة علشان نوقف سلقها. عشان ما تطراش وتغير شكلها، لأن لو طريت مشكلة. أوكي. هناخد من الخليط اللي عندنا ده اللي عملناه. وهنبتدي نحط في كل واحدة معلقة صغيرة من الخليط، ولو بالمرة نحط شوية جبنة بيبقى أحسن بدل ما نحتاس كده. هاي إمارات بتحكي لي انه الريحان اللي بنزرع بالبيت غير عن اللي يستعمل بالطبخ. والله انا ما عنديش فكره، انا في الزراعه فاشله، لان انا يعني كل الزرع ما بيعيش عندي خالص. لا انا تأثير ناجحه بالزراعه صراحه. والله انا كل ما اعرفش ليه يعني، اول ما بجيب حاجه مزروعه بيبقى شكلها جميل قوي، اول ما بحطها ايدك مش خضره، مش خضره او مش خالص. عم بتركزي بالموضوع. لا ايدي مش خضره بس رجلي خضرة. رجلي خضرة. يعني اسمعي والله، يعني كل مثلا ما بروح محل بيبقى فاضي شوية وبيتملي كله، بس ايدي مش خضرة خالص، ايدي على اخضر على على لون تاني خالص. عم بتحطي هلا تشيدر صح؟ بصي انت حرة، عايزة تحطي اللي احنا عاوزينه، عايزة تحطي موتزاريلا حطي، عايزة تحطي تشيدر حطي، عايزة تحطي اللي انت عايزاه. طيب بوزينة عملنا اللازانيا متأكدة صح؟ طبعا هدر. بس أنا اللازانيا عملتها بشكل مختلف مكسيكي؟ شوية. لا عملت لازانيا مكسيكي أول ما ابتدينا في رؤية هنا تذكر كتير. لا بس عملت لازانيا أنا رول. أوكي. مش ما عملتهاش بالطريقه العاديه يعني. طيب بثينه يا ريت تدخلي على ويب سايت رؤيه، موجوده كل الوصفات. ناريمانا صباح الخير، هبه جرادات من السعوديه احلى تحيه لك كمان. عم بيسألوا عن التمرية، التمرية عملناها طبعا، الصيادية عملناها وكتير لذيذة، الصيادية عملناها، الصيادية عملناها. شوفي أنا التومية بصي هي بتبقى كده، بناخدها زي ما هي بنحطها في الفرن. جميلة. وده بيبقى شكلها اهي. اوكي حلو صح؟ كتير كتير لطيفة في العزايم. طب بنقدر برضه نرجع نحط صوص فوقها؟ ما هو بصي هتبوظي شكلها.
كنا مكملين معكم بدنيا دنيا طبق مميز ستارت الدراء بعد الفاصل.